كثر الحديث عن الخلافة وضرورة إعادة الخلافة اليوم، وعندما نرجع إلى هذا المفهوم يقول الشهرستاني في الميلاد والنحل: ما سل سيف في الإسلام إلا بسبب الخلافة. معنى ذلك أن هذا المفهوم كان أساس الفتن والحروب بين المسلمين، حتى أن مالك ابن أنس كان يقول عن الصحابة الذين صاروا ممن نتولاهم جميعا ونمسك عما شجر بينهم: والله ما اقتتلوا إلا على ثريد أبيض، احتقارا للخلافة التي اقتتلوا بسببها. والواقع أن مفهوم الخلافة ليس أساسه في القرآن كما يدعي البعض الذين يعرفون الخلافة بأنها نيابة عن صاحب الشرع لحراسة الدين وسياسة الدنيا. ويضيف ابن خلدون: ومن ذلك أسس للربط بين الأمرين، قال: نيابة عن صاحب الشرع لحراسة الدين أو حفظ الدين وسياسة الدنيا به. ومن هنا ربط بين الاثنين، ومن هنا كانت المصيبة. فمفهوم الخلافة في القرآن هو أولا مفهوم خلافة الإنسان للإله في الأرض، أي ليس بالمعنى السياسي، كل إنسان في الأرض هو خليفة بغض النظر عن جنسه ومعتقده، وبذلك ليس مفهوم سياسي، هي مكانة الإنسان في الكون. وهو من يأتي بعد هارون خليفة موسى، وعاد وثمود كأقوام جاءت بعد أقوام أخرى. ولم يظهر مفهوم الخلافة بالمعنى السياسي إلا عندما اتخذ أبو بكر لنفسه صفة خليفة رسول الله، ثم بعد ذلك جاء عمر فقال أمير المؤمنين، وبعد ذلك جاءت أصبحت الخلافة ليست فقط للرسول، لأن قال أمير المؤمنين حتى لا يكون خليفة خليفة رسول الله، ثم يأتي بعده فيقول خليفة 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 رسول الله إلى آخره، فقال أمير المؤمنين. لكن بعد ذلك جاء مفهوم الخلافة بمعنى خليفة الله في الأرض، وأضاف الشاعر: يستسقى به المطر. وهذا المفهوم نجده حتى في مسيحية القرون الوسطى، حيث كان الملوك يعتبرون ظل الله في الأرض، أي خلفاءه في الأرض. وقيلت مقولة ظل الله في الأرض حتى لخلفاء المسلمين. إذن هذا المفهوم أصبح مفروضا من طرف فقهاء السلاطين الذين اعتبروا أن الخليفة ظل الله في الأرض، ويتقرب بهم، يتخذون قربا إلى الله. ابن تيمية في السياسة الشرعية لإصلاح الرعي والرعية يقول هذا. وأصبح الخلفاء يستمدون شرعيتهم من تلك الآية التي تقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، التي يمكن أن تقرأ بمفهوم إضفاء القداسة على سلطة الخلفاء وأولي الأمر، بحيث أن من يثور على سلطتهم فقد ثار على سلطة الله وعلى سلطة رسوله. وتقرأ أيضا كما قرأها علي عبد الرازق
عندما وقع إلغاء الخلافة من طرف كمال أتاتورك، هو كما قرأت آية اعطي لقيصر ما لقيصر واعطي لله ما لله، التي قرأت فيما مضى على أنها إضفاء القداسة على سلطة قيصر، باعتبار أن كل السلطة مستمدة من الله كما قال فقهاء السلاطين في العالم الإسلام لإضفاء القداسة على سلطة الخلفاء. وبعد ذلك أصبحت أساسا للتمييز بين السلطتين، أطيعوا الله ورسوله في مجال سلطتهم وأطيعوا أولي الأمر في مجال سلطتهم، كما قال أيضا رجال الكنيسة اعطي لقيصر ما لقيصر واعطي لله، هو تمييز بين السلطتين أو فصل بين السلطتين عندما فرض الفصل. كالعادة نفس الشيء، تعارض الفكرة الجديدة فكرة الفصل، ثم عندما تصير مقبولة وتفرض نفسها في المجتمع يقع تبريرها بتأويل جديد. إذن عندما جاء كمال أتاتورك وألغى الخلافة فارت ثائرة، عاد النقاش من جديد حول هذا المفهوم. فهناك من قال بأن إلغاء خلافة السلاطين العثمانيين هو بدعة، وطالبوا بإعادة سلطة الخليفة العثماني آخر خلفاء بني عثمان سلاطين بني عثمان. وكتب أحد فقهاء السلطان كتاب بعنوان يرد فيه على من ألغوا الخلافة على أنه أنكروا النعمة التي جاءت من عند الله في شكل الخلافة. وهناك من أسس لمفهوم جديد للخلافة على أساس أن الخلافة هي سلطة الأمة، وهم فقهاء مصطفى كمال أتاتورك. وجاء رشيد رضا ليكتب في مفهوم الخلافة والإمامة العظمى وربط بين مفهوم الخلافة والإمامة، وهو ربط قديم، ليدافع عن الخلافة ولكن ليس بالضرورة في سلالة العثمانيين. وصارت الثائرة حتى أنه وقع تنظيم مؤتمر الخلافة ومظاهرات في كل البلدان الإسلامية للمطالبة بإعادة الخلافة. وانتهى المؤتمر الذي نظمه الملك فؤاد في مصر بالإقرار بأن الظروف ليست سانحة اليوم لإعادة سلطة الخلافة. ومن أفسد عليه الأمر هو علي عبد الرازق بكتابه الإسلام وأصول الحكم، الذي قال فيه بأن الإسلام ليس في حاجة إلى هذه المؤسسة، مؤسسة الخلافة. مؤسسة الخلافة هي التي كانت في حاجة للإسلام لاكتساب الشرعية، أما الإسلام فلم يجني منها إلا المصائب والويلات وهو في غنى عنها. وبالتالي اليوم منذ سنة 1927 صارت هناك أقلية تطالب بالخلافة. انتقلنا من مفهوم الخلافة إلى مفهوم الدولة الإسلامية مع الإخوان المسلمين ومع حركات الإسلام السياسي، وإلى مفهوم الحاكمية الإلهية، الحاكمية مع أبو الأعلى المودودي الذي يحاول أن يوفق بين مفهوم الحاكمية وسيادة الشعب. وأيضا بعد ذلك لم يبقى إلا هناك إلا حزب التحرير الإسلامي الذي ظل يطالب بالخلافة إلى اليوم، وكان يمثل أقلية يعني مفهوم الخلافة. ولكن عادت هذه المقولة مع الحركات السلفية، حركات السلفية اليوم التي تطالب بالخلافة مثل حزب التحرير الإسلامي. وسنرى العلاقة بين هذا الانتقال من مفهوم الخلافة إلى مفهوم الدولة الإسلامية الذي لم يعد يركز على مفهوم الخلافة وإنما على مفهوم الشريعة، وهذا يقتضي توضيح لمفهوم الشريعة، وأيضا يقتضي توضيح لمفهوم الحاكمية الإسلامية عند أبي الأعلى المودودي الذي انتقل به من مفهوم الخلافة إلى مفهوم الحاكمي. مفهوم جديد في الفكر الإسلامي ظهر هو أيضا بعد إلغاء الخلافة وبعد فشل مؤتمر الخلافة في القاهرة سنة
1927 في إعادة بناء هذه المؤسسة، أبو الأعلى المودودي الذي كان من تلاميذ المدرسة الإصلاحية في الهند أسس لهذا المفهوم لا يتكلم لا عن الخلافة ولا عن الدولة الإسلامية، وإنما عن الحاكمية، وانطلق في تأسيسه لهذا المفهوم من كلمة حكم أحكم في القرآن. والمفكر المصري محمد عبارة رد على ذلك قائلا أن كلمة حكم وحكم لم تكن تعني إلى حدود أبي الأعلى المودودي الحكومة أو الحاكم بالمعنى السياسي، وإنما كانت تعني الحكم أي حكم العقل بين الحقيقة والخطأ، أو الحكم الجمالي بين القبح والجمال، والحكم على أفعال الإنسان بين الحلال والحرام، أو كانوا هناك لأفعال الإنسان كما يقول ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، يقول أفعال الإنسان لها 5 أحكام بين الواجب والممنوع والمحبذ والمكروه وما لا حكم فيه. ويقول أن هناك اختلافات في كل الأحكام الواردة في القرآن أو في السنة أو فيما عدا ذلك، لأن الأمر جاء أو النهي جاء مبهما، يمكن أن يعني الأمر النهي بمعنى النصح بالابتعاد أو التحريم، ويمكن أن يأتي النهي هذا والأمر يمكن بصيغة الوجوب أو الحث على، وليس بالضرورة أنه وجوب، أو لا ندري ما حكم الفعل في ذلك. وبالتالي أبو الأعلى المودودي عندما وضع مفهوم الحاكمية هو استقى ذلك من المفهوم الثيوقراطي، لا ثيوقراسي، حكم الله، الذي لم يكن له أساس في الفكر السياسي عند المسلمين. هو ابتدع ذلك، ومن ذلك ظهر المفهوم الحاكمية بما يعني سلطة الله المطلقة في كل شيء. وهذا مفهوم جديد وعارضه مفكر الإسلام على أساس أنه ليس هو المعتاد في تأويل كلمة حكم أحكم وكلمة حكم كما وردت في القرآن. إذن مفهوم الحاكمية هو أيضا جاء بعد فشل مشروع الخلافة، وبعد فشل المنظومات القديمة في الفكر السياسي الإسلامي، ليبتدع مفهوما كليانيا شموليا للسلطة وفرضها باسم سلطة الإله حاكميته المطلقة. هذا إذن مفهوم الحاكمية وما يمكن أن نقوله فيه على أساس أنه مفهوم جديد في الفكر السياسي الإسلامي. وفشل مؤتمر القاهرة لإعادة هذه المؤسسة أصبح التركيز في فكر الإسلام السياسي الحديث على مفهوم الشريعة في ارتباط بمقولة الدولة الإسلامية. وعندما نسألهم ما هي الدولة الإسلامية يقولون أنها الدولة التي تقوم على تطبيق الشريعة،
وما هي الشريعة؟ يقولون ما جاء في القرآن من أحكام وحدود. والواقع أن مفهوم الشريعة، كلمة الشريعة لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة، إن جعلناك على شريعة فاتبعها، وجاءت مرة أخرى بصيغة شرعة، ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا، وجاءت مرة في صيغة شرع وشرعوا. وعندما نعود إلى أقدم التفسير لا نجد أن فكرة الشريعة تعني الأحكام، الحدود، وما يصبح يعرف اليوم بالقوانين. عن اليوم عندما نتكلم عن السلطة التشريعية هي التي تشرع، فأصبح التشريع الذي هو صياغة القوانين أصبح هو المفهوم السائد لكلمة شريعة. والواقع أنه إلى حدود القرن التاسع عشر لم تكن كلمة الشريعة تعني شيئا آخر غير الدين، وكان المفسرون يقولون شرع لكم من الدين، أي فرض عليكم في مجال الدين ما فرض على ما سبقكم من أمم كالصلاة والصوم والزكاة والحج إلى آخره، أي كانت محصورة في الدين. وعندما يتكلم مثلا ابن رشد في فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، لم يكن يتحدث عن الشريعة بمفهوم القانون، وإنما عن الشريعة بمفهوم الدين. وكذلك عندما يكتب ابن تيمية عن السياسة الشرعية في إصلاح الرعي والرعية، أي السياسة الموافقة لمفهوم الدين. والسياسة الموافقة لمفهوم الدين، عندما نعود لابن القيم الجوزية يقول الشريعة مبناها الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي الهدف منها تحقيق العدل. ويضيف فحيثما ظهرت أمارات العدل وبأي وسيلة كانت فثمة شرع الله، أي لم تكن مختزلة في مفهوم قانون منزل صالح لكل زمان ومكان. السياسة العادلة من الشرع حتى ولو لم يأتي بها، يقول ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين عن رب العالمين. متى صارت الشريعة تعني القانون؟ في القرن التاسع عشر عندما وضعت تلك المجلات العثمانية والقوانين التي صاغها جنرالات الاستعمار في الجزائر وجنرالات الاستعمار في الهند، سموا تلك القوانين بالشريعة بتزكية من فقهاء السلطة. قالوا سموا تلك المجلات بأنها الشريعة، حتى أن سلطان بني عثمان كانوا خط همايون وخط شريف، الذي هو ترجمة للقوانين السويسرية والألمانية. قدموا لها، هناك مقدمة وهناك خاتمة تقول هذا موافق لشرع الله وبالتالي فهي الشريعة الربانية. لماذا؟ القوانين في المجتمعات الديمقراطية الحديثة تفرض على أساس أنها تعبير عن الإرادة العامة للشعب. عندما لا توجد ديمقراطية باسم ماذا تفرض هذه القوانين؟ باسم أنها موافقة لما أمر به الله. في كل المجتمعات وفي كل الثقافات وفي كل الأديان بنفس الطريقة، عندما لا يكون القانون يستمد شرعيته من المجتمع يفرض باسم الدين، باسم المقدس، حتى لا يطاله
ذلك ذلك النقص وذلك تلك المعارضة لتلك القوانين. حتى أن نابليون بونابرت الذي سخر من الأديان قائلا أنا أعلم أن الأديان ليست إلا من ثمرات الخيال البشري، ويضيف أنا أعرف أن القساوسة لم يفعلوا سوى دس الأكاذيب، يضيف ما يهمني في الدين هو أنه أمتن دعامة للسلطة السياسية، مضيفا حتى يقبل من يموت جوعا إلى جانب من هو متخم، بذلك يجب أن تكون هناك سلطة تقول له تلك مشيئة الله، كما يقول رشد الغنوشي الأثرياء هم يعني بمشيئة الله، لماذا نحسدهم على ذلك؟ والأرزاق بيد الله. يقول نابليون بونابرت يجب أن تكون هناك سلطة تقول لهم تلك إرادة الله، والقسمة سوف تكون فيما بعد مغايرة، الأخيرون في هذه في الدنيا هم الأولون في الآخرة. وبالتالي يقول ما يهمني في الدين هي معجزة الاستقرار السياسي والاجتماعي. بهذا المفهوم أصبحت الشريعة بعد أن كانت تعني الدين بمفهوم الخلاص، المنبع الذي يستمد منه كل إنسان ما يضفي معنى على وجوده وعلى سلوكه وعلاقته بالآخرين، أصبحت ذلك القانون المحدد الذي يجب أن يطبق، وبدونه يصبح المجتمع كافرا والسلطة كافرة. إذن مفهوم الشريعة فيه مغالطة كبيرة بهذا الانتقال من مفهوم الدين إلى مفهوم القانون. الولاء والبراءة مفهومان اقترنا في فكر الفرق الإسلامية بالتكفير. من نتولاهم هم من نقبلهم، نعتبرهم منا ونعتبر أنفسنا منهم، ومن نبرأ منهم أو نتبرأ منهم هم من نكفرهم ولا نعتبر نفسنا من نفس جماعتهم. والمفهوم كان في البداية مرتبطا بالعلاقة بين المسلمين أنفسهم، أتباع هذه الفرقة يبرؤون من أتباع الفرق الأخرى والعكس بالعكس، ولا يتولون إلا من كان من فرقتهم أو على منهجهم. ويقوم ذلك على مفهوم الولاية أو الولاء في القرآن، أولياء الشيطان، أئمة الكفر، ومن نتولاهم ومن لا نتولاهم. وهذا المفهوم أساسه هو الإقصاء، فالولاء يقابله الإقصاء، وهذه المفاهيم أصبحت سياسية، فلا نقبل بشرعية خليفة إلا إذا كنا نعتبره من أهل الجماعة التي ننتمي لها، أي من الفرقة الناجية. وعندما نريد أن نبرر الثورة عليه نعتبره ليس من من تقبل ولايتهم أو ولايتهم أو من يقبل الولاء لهم. وبالتالي هذا المفهوم هو ما منافي
لفكر الشرعية، لمفهوم الشرعية السياسية الحديث، وهو منافي لمفهوم المواطنة الذي لا يقبل بالإقصاء. نحن نشترك في نفس الوطن، نشترك في نفس إرادة العيش معا، وبالتالي لا نقرب هؤلاء ونعتبرهم من نتولاهم ونقترب منهم ونعتبرهم منا ونعتبر أنفسنا منهم، ولا نقصي الآخرين. مفهوم المواطنة هو نقيض مفهوم الولاء والبراءة. فمن يتحدث اليوم عن الولاء والبراءة هو لا يقبل بفكرة المواطنة، وما زال في إطار مفهوم الإقصاء وفي اختصار مفهوم من لهم الحق في أن نتعامل معهم وأن نقبل بسلطتهم وأن نقبل بشرعية سلطتهم، لا يمكن أن يكونوا إلا من جماعتنا، ولا يكفي أن يكونوا من ملتنا، لأن الملة هي نفسها انقسمت إلى جماعات تكفر بعضها البعض. وبالتالي إذا أردنا أن نبني علاقات جديدة في المجتمع على أساس مفهوم المواطنة، على أساس مفهوم الحرية، على أساس مفهوم المساواة، فيجب القطع مع مفهوم البراءة والولاية، مفهوم الولاء لذوي عقيدتي والبراءة ممن لا أشترك معه في تلك العقيدة. بعد أن عارضوا الديمقراطية على أساس أنها حكم الشعب وما يريدونه حكم الله، أصبح دعاة الإسلام السياسي يعتبرون أن الديمقراطية أساسها إسلامي، ويجدون لذلك مبررا في مبدأ الشورى، أمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، ذلك هو أساس الديمقراطية كما صاروا يقولون. والواقع أن مفهوم الديمقراطية الحديث، أي ذلك المفهوم الذي يقوم على الحرية والمساواة والمواطنة، عارضته الكنيسة على اعتبار أنه هرطقة الأزمنة الحديثة الذي يتعارض وحكم الله. ونفس الشيء وجد في فكر الجماعات الإسلامية التي قالت إن الديمقراطية هي حكم الشعب وما نريده هو حكم الله. ولكن عندما أصبحت فكرة الديمقراطية مقبولة لدى الجميع، انقلبوا على موقفهم السابق وقالوا إن الديمقراطية هي مبدأ إسلامي وأساسه مفهوم الشورى. والواقع أن مفهوم الشورى كما جاء وكما مورس في الفضاءات الإسلامية لا يختلف عما كان عليه في بقية المجتمعات التي لم تكن تقبل بالديمقراطية ولم يكن أساس الحكم فيها ديمقراطيا. فالشورى شاورهم في الأمر، من هم وما هو الأمر الذي يجب استشارتهم فيه، هو مفهوم سابق حتى على الإسلام. فرؤساء القبائل ورؤساء العشائر كانوا يستشيرون كل في مجاله له رأيه، رؤساء القبائل النافذة كان لهم رأيهم، والخبير في الحرب كان له رأيه، والخبير في الاقتصاد كان له رأيه. حتى أنه مسألة الشورى كما مورست في الإسلام يقولون سقيفة، من تم استشارته في السقيفة؟
عمر بن الخطاب قال العرب لم تعرف هذا الأمر إلا لقريش، وحتى أنه عندما مات عين نفرا من قريش ليتشاوروا بينهم ليختاروا من بينهم من سيخلفه. وهذا المفهوم للشورى أيضا عندما أراد معاوية بن أبي سفيان أن يعين ابنه لخليفة له قال له مروان بن الحكم ائتني إلى المدينة وسأجمع من تبقى من الصحابة وسوف أستشيرهم. وكانت الشورى على النمط الآتي: وضع وراء كل صحابي يمكن أن يقول لا رجلا بسيفه، وخطب فيهم مروان بن الحكم قائلا أمير المؤمنين هذا، وأشار إلى معاوية، وخليفته هذا، وأشار إلى يزيد، ثم قال ومن أبى فهذا، وشهر سيفه. هذا مفهوم الشورى. وقال معاوية بن أبي سفيان أنا أطبق الشورى. قال شاورهم في الأمر، أنا شاورتهم في الأمر. قال من؟ قال من أريد، القرآن لم يحدد لي من سأستشير وفي أي أمر لتعيين الخليفة، ليس بالضرورة. قال الأمر جاء مغمضا وأنا أعين من سيخلفني وبعد ذلك أستشير من أريد استشارته، أهل الحل والعقد. وطور هذا المفهوم أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، قال أهل الحل والعقد يمكن أن يكون شخصا واحدا بناء على سابقة عمر. قال أهل الحل والعقد هم من إذا بايعوا بايع الناس ببيعتهم حتى ولو كانوا نفرا واحدا، مثل عمر الذي بايع الناس ببيعته أبا بكر. وبالتالي اليوم الكلام عن الشورى كأساس للديمقراطية هو تزوير في الواقع. هو اليوم بعدما تم انتصار الديمقراطية والقبول بها قالوا وجدوا لها أساسا بعد أن عارضوها باسم أن الديمقراطية هي حكم الشعب وما نريده حكم الله. وكما قالت الكنيسة الديمقراطية هي هرطقة الأزمنة الحديثة، لأن ما نريده هو حكم الله. وعارضوا حقوق الإنسان باعتبار أنها منافية لحقوق الله. وعندما انتصرت هذه الأفكار وجدوا لها تبريرات دينية بعدية، كما فعل رجال الدين في كل المجتمعات وفي كل الأديان، يعارضون فكرة جديدة عندما تظهر على أساس أنها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وعندما تنتصر هذه الفكرة يقولون هذا تأويل رجال الدين وليس الدين، ويأتون بتأويل جديد ويقولون ها هو التأويل الصحيح الذي بموجبه تقبل فكرة الديمقراطية وتقبل فكرة الحداثة وتقبل فكرة العلمانية وما إلى ذلك من الأفكار. أي أن الأساسي هو مجاراة ما يجري في المجتمع حتى تنقض سلطة من ينصبون أنفسهم حماة للمنظومات الفقهية والعقائدية.